بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأكرِم وأنعِم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار الميامين، ومن سلك سبيلهم وسار على منهاجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في هذا البرنامج الرمضاني اليومي الذي أسأل الله جل وعلا أن يتقبله مني وأن ينفعني وإياكم به، وهو التدين الرشيد. أيها الفضلاء، لازلنا ننعم في هذه الأيام المباركة، فنحن في اليوم الثاني من أيام هذا الشهر. هذه الأيام ينبغي أن تعد فيها الأنفاس، وينبغي أن تحسب فيها الدقائق واللحظات فضلاً عن الساعات والأيام. هذه الأوقات أيها الأخيار سريعة الزوال، قريبة الاضمحلال، إذا لم يحصل استثمارها واغتنامها واقتناص الفضائل والخيرات فيها، تلاشت وزالت واضمحلت وخرجت من بين أيدينا خروجا سريعا. لذلك نحن بحاجة إلى أن نكرم وفادة هذا الضيف، وأن نحسن إكرامه، وأن نحسن هداياه، فإنه والله نعمة ربانية وعطية إلهية. علم الله عز وجل ضعفنا وتقصيرنا، وغلبت الهوى في نفوسنا وشدة تعلقها بالدنيا، فمن رحمته بنا أن جعل لنا هذه المواسم حتى تكون زادا إليه وعونا إلى مرضاته. نعم أيها الفضلاء، إن رمضان جند من جند الله عز وجل، من أحسن التعامل معه واستفاد من أيامه ولياليه وبركاته ونفحاته حصل المراد ونال المقصود بتوفيق الله عز وجل. لا يخفى على علمكم أن الناس في رمضان ينقسمون أقسام، فمنهم من عرف قيمته وأدرك شرفه وانتبه لفضله وما فيه من الخيرات والبركات، فكان يسارع في الطاعات وفي الأعمال الصالحات، ويسابق في المرضات، يسعى للوصول إلى رضا رب الأرض والسماوات بكل ما يستطيع في سائر نهاره وليله. وقسم آخر وربما غفلوا عن حقيقة رمضان وما فيه من حكم وما فيه من خيرات وبركات، فجعلوه شهرا للغفلة، حالهم يؤسف له، مسلسلات وسهرات، مسابقات وأوقات ضائعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خسروا هذا الزمان الشريف، خسروا هذا الوقت المنيف، ضيعوه، فلم ينالوا هذا الفضل وهذا الخير وهذا الأجر. ولذلك نتأسف غاية الأسف حين نرى بعض أحبابنا وبعض من نحب لهم الخير قد جعلوا رمضان شهرا عكسوا فيه حياتهم فقط، فبدلا من أن يحيوا في النهار بالأكل والشرب واللهو والغفلة، ناموا النهار كله وقلبوا الليل نهارا،
فصاروا يأكلون ويشربون ويلهون ويضيعون في الليل، فلا هم ممن حصل هذا الأجر والثواب، ولا هم ممن كان قريبا من الملك الوهاب. ولذلك لابد أن نذكر أنفسنا بأمر في غاية الأهمية، وهو أن الصيام ليس المقصود منه فقط الامتناع عن الطعام والشراب، لا، إنما المقصود الامتناع عما حرم الله عز وجل مع الطعام والشراب. ولذلك روى الإمام ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. لاحظوا معي أيها الأخيار هذا الحديث المبارك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ليس الصيام الحقيقي، الصيام النافع، الصيام المثمر الذي يحصل صاحبه التقوى، إنما الصيام من اللغو والرفث، والمقصود المعاصي والآثام والغفلة والمنكرات والحرام. ولذلك روى النسائي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أعيذكم بالله وأعيذ نفسي أن يكون حالنا من صيامنا وقيامنا كحال هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من صلاته بالليل إلا السهر، وفي رواية والتعب. لماذا؟ ما السبب؟ لأن هؤلاء صاموا عن الطعام والشراب وأفطروا على معصية الملك الوهاب، غيبة أو نميمة أو نظر محرم أو كلام بذيء أو خصومات أو نزاعات وصراعات وأصوات مرتفعات، كل ذلك مما يخدش الصوم. ولا نقول إن من وقع في معصية بطل صومه، لكن الصحيح من قولي العلماء أن الأجر ينقص ويفوته فضل عظيم وأجر كبير، لكن لا يبطل صومه. وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى أن من وقع في كبيرة في نهار رمضان فسد صومه، كمن اغتاب ووقع في الغيبة وذكر غيره بما يكره يقولون بفساد الصوم، لكن مذهب جماهير أهل العلم أن الصوم صحيح مع الإثم ونقصان الأجر ومع الخطر الشديد بألا يحصل هذا العاصي شيئا من البركات والخيرات. أيها الفضلاء، ما أحوجنا إلى استشعار أن التوفيق والهداية والعون والتسديد بيد الله العزيز الحميد جل في علاه. نحن بحاجة إلى إدراك هذه الحقيقة الشرعية، أن التوفيق بيد الله وأن الخذلان بيده تعالى. فإذا كان الإنسان مقبلا على الله، ساعيا إلى الدخول في مرضاته، يحب ذلك ويبذل الأسباب، هداه الملك الوهاب جل وعلا. ولذلك قرر العلماء، وهو محل اتفاق عند أهل السلوك والعارفين، أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك. التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، بمعنى أن الله تعالى يريد من نفسه ما يصلحك وما يجعلك صالحا، بأن يجعلك مريدا للخير، محبا له، مؤثرا له على غيره، وأن يبغض
إلى قلبك أو قلبك إلى قلبك المعاصي والذنوب والآثام والغفلة. هذا هو التوفيق. الله عز وجل يريد من نفسه ما فيه صلاحنا بأن يجعلنا قادرين على فعل الصالحات، محبين لها، مؤثرين لها، مجتهدين فيها، وفي نفس الوقت يبغض إلينا المعاصي، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله أن يوفقنا. فهذا يدعونا إلى الانكسار بين يدي الله والانطراح بين يديه سبحانه، وأن نكثر من سؤاله ألا يخلي بيننا وبين نفوسنا، وأن يكون جل وعلا عونا لنا، وأن يأخذ بأيدينا وأن يأخذ بقلوبنا إلى طاعته ومحبته ومرضاته. فهذا الأمر في غاية الأهمية، لابد أن يرسخ في قلوبنا أن حاجتنا إلى الهداية والتوفيق أشد من حاجتنا إلى النفس وإلى الطعام والشراب. نعم، الإنسان يتقلب في توفيق الله وفي خذلانه، ربما في الساعة الواحدة وفي اليوم الواحد يكون المسلم بين الأمرين، فإذا وفقه الله أطاعه وذكره وعمل بما يرضيه وتقرب إليه، وهذا بفضل الله عز وجل، وإذا خذله عصى ربه وأعرض عنه وفعل ما يغضبه وما يسخطه، وهذا بخذلان الله عز وجل. والله تبارك وتعالى له الحمد على هذا وهذا، يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. إذن هذا يدعونا إلى كثرة الدعاء والإلحاح والرجاء والتعلق بالله عز وجل ألا يخلي بيننا وبين نفوسنا. ما ترونه من أحوال الناس لسيما العصاة والغافلين والمعرضين وممن ربما لا يصلي في رمضان، وقد لا أستطيع أن أتصور هذا لكنه موجود، ربما إنسان في رمضان في هذه الأيام المباركة وهذه اللحظات والدقائق الفاضلة معرض عن الله، فقط أنه تسحر وأكل قبل الفجر ملأ بطنه، ثم يزعم ويظن أنه صائم وهو معرض إعراض تام. ولا شك أن هذا من الخذلان أيها الأخيار. نعم، إذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو من هو؟ صاحب النفس الزكية، وهو أعبد خلق الله. الله جل وعلا يقول له في كتابه العظيم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا كان هذا الخطاب أيها الأحباب قد توجه به رب الأرباب إلى نبيه وحبيبه وصفيه وقال له: ولولا فضل الله عليك ورحمته، أي لولا توفيقه وهدايته ولولا عونه ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، فما بالك بنا، ما بالكم بنا. ولذلك قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أرأيتم أنه لولا فضل الله، لولا عونه وتوفيقه وهدايته وتسديده واجتباؤه للقلوب، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لم تزك نفس أبدا، لم يستطع أحد أن يطيع الله وأن يعمل بما يرضيه وأن يتقرب إليه، لكن الفضل بيد الله. فما أحوجنا إلى استحضار هذا المعنى والانكسار بين يدي الله
وأن نعلم أن الموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله، والمخذول من خذله الله، والبعيد والمحروم من أبعده الله وحرمه الله عياذا بالله جل وعلا. ولذلك أختم هذه الموعظة بهذا المعنى العظيم، وهو أن ملكا من الملوك أرسل جنوده وأعوانه إلى مدينة تتبعه، وقد علم أن عدوا يريد أن يجتاح هذه المدينة وأن يستأصل شأفتها وأن يخرب ديارها، فأرسل جنوده وأعوانه وأرسل أموالا وعدة وقال اذهبوا إلى من في هذه المدينة وحذروهم أن العدو سيجتاحهم، واطلبوا منهم أن يغادروا المدينة لأنهم لا يقوون على مجابهة هؤلاء الأعداء. أرسل لهم أموالا وعدة وعتادا، وأرسل لهم ما يعينهم على الخروج من القرية، ثم قال لهم اذهبوا إلى فلان وفلان وفلان ولا تسمحوا لهم بالبقاء، أخرجوهم وإن رفضوا. فأخرجوهم. هذا المثل أيها الأحباب ذكره بعض العلماء لله عز وجل وله المثل الأعلى، أنه أرسل لعباده جميعا البيان والحجة والبرهان، ووضح لهم السبيل وهداهم الطريق وبين لهم، ثم اختار جل وعلا من شاء من خلقه وهداهم لهذا الأمر. والله يدعو من يشاء إلى صراط مستقيم، يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دعا الله الخلق جميعا، بين لهم، أقام الحجة، أزال كل ما يعيق فهم الحجج، وهدى من شاء. فنسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يمن علينا بالاستقامة على دينه والعمل بما يرضيه جل في علاه وتبارك في علياه. فاصل قصير أيها الأخيار، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة واستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. رمضان موسم تفيض فيه الخيرات وتتضاعف فيه الأجور، يتقرب فيه الناس إلى مولاهم وتكثر مع ذلك مسائلهم، فيحتاجون إلى مجيب يعلمهم حكم الله فيها. نلتقيكم في فتاوى على الهواء طيلة أيام هذا الشهر الفضيل إن شاء الله، لنجيب على هذه التساؤلات ونتحدث عن بعض هذه الأحكام. حتى تحرقوا منزله وحظائره؟ ويلكم، ماذا حدث لكم؟ هل هذا احتفال يليق بآلهتنا؟ لقد نسي الناس عبادة الله الواحد الأحد. لقد كان يعطف على الجميع ويتقاسم معنا قوتا بعدما سلبتمونا كل شيء كل شيء كل شيء. ما
يجب أن تمتلئ بالخبث والحيلة والخداع. محمد بجحيم مؤجل. ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. من الفتى الكريم؟ عمر بن الخطاب. أصل البرم الدوران أو الالتفات، وفاعل البرم بارم، وبارم وجهة منزعج من أمر ما. أما زرادي البحر فتمتاز بالشرمولة والدلاع والبطيخ إلى جانب الشواء، الطلق أو الرخي، والمنطلق المندفع الذي لا يراعي في تصرفاته أحدا. وقديما قالوا في وصف لباس أنيق طالق الهبز. الله ربيع كبير إن شاء الله صاب يدوم الخير. من قبل الآلات الناس تحفر بالبالة والفاس. نا تاريخي يحكي عني راح خدع وين ديما من يلاه. كم من بير بعد حفره ناسها بالطفلة لبخاو ويحطر حتى في النكهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة ووصفات جديدة بنديروا خليط الجبنة. اليوم راح ندير كيك الليمون، طماطم، فلفل، كلاسيك امريكان تشيز كيك، 3 كوب ونص سكر. ان شاء الله يكون عجبكم. مر الزمان كان العالم مسرحا للأحداث المتعاقبة عبر الأجيال، محطات شهدت صعودا لأمم وسقوطا لأخرى، لتكتب فصولا لسعي بني الإنسان نحو العظمة والمجد. حضارات نروي لكم قصصها من عام إلى عام. We'll be right back.
ما هي فوائد الصيام؟ صوموا فصحوا. من لا يستطيع الصيام ولماذا؟ من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. نتناقش، نتحاور، نتبادل الآراء يوميا طيلة شهر رمضان المبارك. شغني يا أمين، شغني. تو لي أكثر من أسبوعين ما جانيش. نبي نعرف علاش تكرهني ومحسسني مش بوي بوكل يا راجل. تقولي نفسك إنك هتشوفيني تفرحي بيهم. يوميا هذا حالي، بين انتظار وشوق وحزن. لامتا لامتا هذا حالي. رجلها ما حكيتش عليه بكم، لكن تقول هو سبب حرمان صغارها. ولا تحابها معربه قدام الجوا معنا قفاه، يعني وضه تحطها. ويمكن للإخوة المشاهدين أن يتواصلوا معنا الآن باتصالاتهم واستفساراتهم، فإن كان هناك اتصال يمكن استقباله هل معنا اتصال أو نستمر في الحديث؟ معنا اتصال أو نستمر في الحديث؟ نعم أيوة معنا اتصال. عبد الملك تفضل. يا عبد الملك، عبد المالك تفضل. ايوه شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الله يبارك فيك عبد المالك، تفضل. لا قبل اسالوك شيخ. نعم. انقطع الاتصال عبد المالك، الله المستعان، لعله يعيد الاتصال. طيب. اذا الى ان يتصل أحد، نعود إلى حديثنا حول توفيق الله وهدايته، وأنه أصل لا ينبغي أن يخرج من القلب دائما، أن يستحضر المؤمن قوله لسيما في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. نقولها بقلب يدرك معناها، وأن الهادي إلى الصراط المستقيم هو الله جل في علاه وتبارك في علياه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالله تعالى هو الذي يزكي النفوس ويهديها ويقبل بها عليه تبارك وتعالى. فهذا الأصل العظيم لا ينبغي أن يفارقنا، وينبغي أن نستحضر دائما أننا بين يدي الله ضعفاء مقصرون. لو أنه تعالى خلى بيننا وبين نفوسنا لهلكنا، والله المستعان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث،
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم معنا الأخ يوسف. تفضل أخ يوسف. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك وفقك الله يا شيخ إن شاء الله. آمين وإياك. السؤال الأول يقول شنو بعد النافلة بعد أذان صلاة العصر، هل يجوز ولا ما يجوز؟ النافلة صلاة النافلة بعد العصر؟ ايه بعد صلاة العصر. أي نافلة تقصد؟ يعني ركعتين بيتنفل وبيسلم. نافلة صلاة العصر. نافلة مطلقة يعني؟ ايه بعد العصر. طيب عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني قطرة العين هل تفطر ولا ما تفطرش؟ طيب ايه نعم قطرة العين المطهر هذا العادي. طيب عندك سؤال آخر؟ السؤال الثالث هل يجوز الدعاء أي دعاء في السجود أي دعاء يعني تدعو اللهم اغفر لي اللهم اعتق رقبتي من النار اللهم أي دعاء. طيب في سؤال رابع؟ الله يرحم والديك ووفقك الله إن شاء الله يا شيخ. آمين وإياك وإياك بارك الله فيك. طيب الأخ يوسف يقول هل يجوز للمسلم أن يتنفل وأن يصلي صلاة النافلة بعد صلاة العصر؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيكره للمسلم أن يصلي بعد الصبح نفلا مطلقا وكذلك بعد العصر إلا إذا كان مثلا نسي صلاة مفروضة هذا لا حرج عليه، أو صلى صلاة راتبة كان قد نسيها فله أن يقضيها، أما النفل المطلق فلا. طيب معنا الأخ جمال. تفضل يا جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته. الله يبارك فيك يا شيخنا ونشكرك والله المال قيم والله ربي يحفظك. الله يسلمك يا جمال بارك فيك. شيخنا سؤال شنو النية يبدأ بأول ليلة ولا كل ليلة نية صيام؟ النية في الصيام نعم. أيوه يعني هل ليلة واحدة تكفي أو كل ليلة؟ أيوه تبارك الله فيك. وعندك سؤال ثاني يا شيخنا شو هل بقول لك الناس هل بمعطاة لأن في من بعض الإفطار مو إفطار الشعر زيت في الشعر الإنسان زيت هل يفطر زيت الشعر ولا يدهن به في الشعر أو كلها كان يدهن؟ يعني دهن الشعر بالزيت هل يفطر أو لا؟ أيوه. وبالنسبة للعين والأذن والأنف هل يفطر ولا لا؟ القطرة العين والأذن والأنف نعم. إيه وعندك الشيخنا بالنسبة البخاخة أنا اخترت هذا هذا بس يقول يفطر في يقول يفطر البخاخة الرية ربو. نعم بخاخة الربو. إيه وبالنسبة البخور والصنة يا شيخ رايح بخور وصنة هل يفطر ولا لا؟ نعم نعم. والمسواك يا شيخ مسواك والسواك بارك الله فيك يا شيخنا وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إذن بالنسبة لسؤال يوسف في النافلة بعد العصر لا يصلح أبدا للمسلم أن يتنفل نفلا مطلقا، لكن لو نسي راتبة فله أن يقضيها. وبالنسبة لسؤال الأخ يوسف الأخ جمال فيما يتعلق بقطرة العين والأنف والأذن، العلماء مختلفون في هذه المسائل، يعني بعض أهل العلم يحتاط جدا للصيام ويرى أن المسلم لا يتساهل في أخذ الأدوية التي لا يحتاج إليها يعني احتياجا ضروريا، يمكن أن يؤخر هذا الدواء إلى الليل وقد يرى أنها مكروهة ونحو ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأشياء لا حرج فيها ولا تفطر الصائم، وعنده رخصة في استعمالها قطرة العين والأنف والأذن، حتى قالوا ولو وجد طعمها في حلقه
لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا ملحقا بالطعام والشراب، فإذا احتاج المسلم إلى هذه القطرة فلا حرج عليه من استعمالها. طيب معنا الأخ إبراهيم، تفضل إبراهيم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. والله سؤالي الشيخ بنسرك، ما حكم حلق اللحية؟ نعم. و عندك سؤال آخر؟ لا لا بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب طيب، إذن نرجع إلى سؤال الأخ يوسف الأخير، يقول هل يجوز الدعاء عموما في السجود؟ هذا في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالسجود محل الدعاء، أكثروا فيه من الدعاء بخير الدنيا والآخرة، قال فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. ولا شك أن الانطراح بين يدي الله والإكثار من دعائه في السجود أنه من أسباب إجابة الدعاء، فلا شك أن المسلم يجتهد في دعاء الله تعالى في سجوده بلا أي حرج. يقول جمال: بالنسبة للنية في الصيام، هل يحتاج المسلم إلى أن ينوي الصيام كل ليلة أو تكفيه نية واحدة في أول الشهر؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة، منهم من ذهب إلى أن النية لابد أن تكون في جزء من الليل في كل ليلة، وذهب بعض أهل العلم وهو الصواب وهو مذهب علمائنا المالكية إلى أن الاكتفاء بنية واحدة من أول الشهر تكفي، إلا في حال أن المسلم قطع نيته وصيامه بسفر أو مرض فيحتاج إلى أن ينوي مرة أخرى. أما إذا لم يفعل فإنه إن نوى في أول رمضان بعد رؤية الهلال إن نوى الصيام أن يصوم غدا أو أن يصوم شهر رمضان أجزأته نيته من أول الشهر ولا يحتاج أن ينوي نية أخرى. قد يقول قائل: تحصيل حاصل. طيب هو أرد أن نفصل لكن يبدو أن الوقت ضاق ولم يبقى إلا القليل. طيب إذن سنختصر بقدر الإمكان، تكفي نية واحدة. بالنسبة للدهان بالزيت، دهن الشعر بالزيت في حال الصيام لا حرج فيه ولا يفطر الصائم، والأمر فيه واسع. وكذلك بخاخة الربو، هذه أيضا ذكرت أن العلماء قد يكون لهم فيها رأي واجتهاد، لكن إذا احتاجها المسلم وكان ممن يضيق به النفس ويحتاج إلى استعمالها ليوسع الشعيرات ويتنفس تنفسا طبيعيا فلا حرج عليه وصومه صحيح. أما البخور فلا ينبغي للمسلم أن يستعمل البخور، ربما يدخل إلى حلقه فيقع في الحرج، لكن لو كان البخور بعيدا فلا يؤثر ولا حرج فيه، لكن أن يستعمله قريب لا. والروائح، الروائح أيضا عموما ذهب بعض أهل العلم إلى كراهيتها وأن الصائم لا ينبغي له أن يترفه بمثل هذا، لكن لم نجد دليلا واضحا على منع استعمال العطور في حال الصيام، فالأمر فيه سعة. نعم، بقي سؤال الأخ إبراهيم يحتاج إلى شيء من التفصيل، لعلي وأخره إلى يوم غد بحول الله وقوته، وهو سؤاله يقول: ما حكم حلق اللحية؟ وهذا السؤال كما ذكرت يحتاج إلى تفصيل وفيه بعض الدلائل ووجه الاستدلال ونحو ذلك، نؤخره إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يهدينا إلى كل بر وأن يبارك لنا في هذه الأيام والليالي وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يتفضل علينا أن يعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين من النار في هذه الليالي الطيبة. يتجدد بكم اللقاء غدا بحول الله وقوته، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ha ha.